الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن ألتقي بكم في أسبوع جديد عبر أثير مونتي كارلو الدولية، هذه الإذاعة التي أحبها وأنتم تحبونها. شكرا لكم دائما على هذا الكم الهائل من المحبة، من الوفاء، من الرسائل اللطيفة التي ترسلونها لبرنامج الصحة المستدامة، هذا البرنامج الذي يسهر دائما يوما بعد يوم على صحتكم. سعيدة أكثر باستضافة اليوم لطبيبة تعرفونها، تشارك دائما معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية، دكتورة جيهان عبد القادر، غنية عن التعريف، هي الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية، هي اختصاصية في الأمراض الجلدية وطب الجلد التجميلي. هي معنا على الخط مباشرة من الإمارات لفتح الملف التالي: شد الوجه بالخيوط أي سيدة وفي أي عمر؟ وهذا السؤال يطرح دائما علينا، خاصة وأننا اليوم يجب أن نحتفظ بشبابنا لأطول وقت ممكن بسبب هذا الضغط المجتمعي على المرأة. أهلا وسهلا بك دكتورة جيهان. تونيت، أولا أرحب فيك وأرحب بكل مستمعين اليوم، ولكن أحب أقول لك أخجلتيني بتعريفك وأمتعتيني بطريقة إلقائك. أنا أنتظر صوتك وأنتظر إلقائك لجمال مخارج الحروف وأنت تقدمين التحية. حبيبتي شكرا يا دكتورة جيهان، أنت خجلتيني هلأ، ماذا أفعل؟ لا تعرف طريقة الإلقاء رائعة، أصبحت معدومة اليوم في مخارج الحروف وفي التقديم وفي السرد، لأن لغتنا العربية لغة جميلة لا ينافسها أي شيء آخر. عالم السرعة في اللغة، فاست فود في التجميل، فاست فود في كل شيء، فاست فاست فاست، صح؟ ممتعة، أنت ممتعة وتقديمك ممتع ولغتك العربية إحياء هو حقيقة الصراحة. شكرا شكرا. أهلا بك وبمستمعينك في كل مكان. شكرا دكتورة جيهان، يعني رأيك مهم جدا بالنسبة لي، بالنسبة لكل من يستمع إلينا، خاصة وأنك تحبين الجمال، أنت تحبين، أنت جميلة وتحبين الجمال. بس لأنه هي فعلا تقع تحت بند الجمالية. اللغة العربية والصوت، نعم، واختيار المفردات تقع تحت بند الجمالية. نعم، ربما في يوم من الأيام، ربما بعد يومين سنتحدث عن جمال الصوت وإعادة تأهيل الصوت. إذن دكتورة جيهان، ما في أحلى، هتخليني أروح أبحث أكثر وأكثر. نعم، شكرا دكتورة جيهان. طبعا اسمحي لي بالترحيب بفريق العمل اليوم: فانسان سيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج، وجودي باطري في قسم التنسيق، تحياتي لهما. وفي البداية دكتورة جيهان، أعلم أنه موضوع شد الوجه بالخيوط هو موضوع حساس، يعني كل الأطباء في عالم التجميل لا يرغبون في التحدث عن هذا الموضوع، ولكن يبقى شد الوجه بالخيوط من الطرق اليوم المقترحة على المرأة. فياريت تخبريننا بشكل سريع أولا ما هو شد الوجه بالخيوط. طبعا شد الوجه بالخيوط قبل كل شيء لازم الناس تكون عارفة أنه هي تقنية بسيطة جدا. كلمة شد كلمة مخيفة للسيدة وهي تسمعها، ودائما كلمة شد مرتبطة بالمشرط.
لأنه في السابق كان المشرط هو المسؤول عن الشد، ولكن حاليا مع العلوم الجديدة والتقنيات الجديدة وربما وجود الخيط اللي هو دائما المرافق الكبير للطبيب في كل مكان. صح، وفي السابق كان يستخدم الخيط لإجراءات كثيرة في العمليات الكبيرة، يعني لا سمح الله في الحوادث، في الجروح، في أمور كثيرة، ولكن أكيد لا أنواع كثيرة في السابق لم يصل للتطور اللي وصل له اليوم، لذلك نحن نستعمله كوسيلة لشد البشرة أو الجلد ولكن بطريقة معقولة جدا. اليوم أنا لما يكون عندي حالة في متوسط العمر، يعني لا ينصح أن الحالة هذه أنها تقع تحت يد الجراح أنه يدخل فيها مشرط، ولكن هي تشكو من الترهل. يعني عندها مشكلة أنه تقولي والله دكتورة أنا أصحى الصبح وأحس أنه في ترهل في منطقة الفك، في منطقة الرقبة، في منطقة الخد، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. أنا لا أنكر وظيفة التقنيات الموجودة ولا أخذها بعين الاعتبار مثل الليزر أو الراديو فريكوانسي أو أي من التقنيات المرتبطة بالماكينة، يعني في ماكينة تقوم بهذا الواجب اللي هو سيميليتينج الكولاجين، إن أنا أعمل تحث الطريقة على إنتاج الكولاجين ولكن أيضا طالما أصبح في يدي سلاح آخر أستطيع فيه أشد البشرة، إذا أنا لماذا لا أقوم بهذه التقنية ولكن بحكمة كبيرة. لذلك وضعنا العنوان دكتورة جيهان لأي سيدة وفي أي عمر، وربما كان من الممكن أن نضيف لأي بشرة، ولكن ستخبريننا أكثر عن هذا الموضوع مباشرة بعد دراسة اليوم. دراسة طبية حديثة تنصح بخمسة أغذية تحافظ على جمال المرأة ومنها الشوكولاتة. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. قام خبراء في عالم الجمال بوضع قائمة أغذية للحفاظ على جمال المرأة، وشملت خمسة منتجات من السمك الأحمر إلى الشوكولاتة الداكنة. هذا وأشار الخبراء إلى أنه يجب أن تكون القائمة مشكلة من منتجات الألبان الغنية بالكالسيوم والتي تؤثر على لياقة الجسم وحالة العظام والشعر والأسنان والأظافر، ولا ننسى أيضا السمك الأحمر الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية. ووفقا لموقع ميديك فوروم، ينصح الأطباء النساء بتناول السلمون أو السلمون الوردي مرتين على الأقل في الأسبوع، لأن ذلك يساعد في منع ظهور التجاعيد المبكرة ويساعد في الحفاظ على الشكل البيضاوي للوجه. كما أشاروا إلى أنه من المفيد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي الذي يساهم في تنشيط البشرة، بالإضافة إلى القرنبيط الذي يحمي الجسم من البكتيريا الضارة، والشوكولاتة الداكنة الغنية بالمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والزنك. الصحة المستدامة سونيتا ناظر. دكتورة جيهان، أنا أعلم أنك شخصيا تهتمين بجمالك، فهل أنت كامرأة وسيدة قبل أن تكوني يعني اختصاصية في طب التجميل، هل تنصحين بذلك وهل تطبقين ذلك على نفسك؟ يعني انه تناول الشوكولا وتناول اللبن وتناول والاكل السلمون، يعني كل ما نصح به الخبراء. نعم. شوفي، التقرير جميل جدا، ولكن كل شيء لازم يؤخذ بحكمة معينة اللي هي عدم المبالغة. نعم. هو لما يتكلم عن الشوكولا is antioxidant. نعم. فاكل كمية معقولة بسيطة ممكن تساعد، ولا تنسين الشوكولات ممكن يزيد السيروتونين فيجعل الحالة النفسية جميلة، ومن يرتاح نفسيا فيبدو الجمال الجمال. طبعا طبعا أكيد الراحة النفسية is reflection، يعني انعكاس كبير انه البشرة تكون مرتاحة. فيعني
يتخيل لي القليل من الشوكولات لا يضر، والمبالغة فيه أكيد تضر لأنه إحنا دخلنا في مخاطر ثانية. فالخمس أغذية اللي ذكرت سواء السلمون أو سواء الألبان هي تلعب دور كبير في كل شيء، سواء صحة البشرة أو صحة العظم أو صحة الشعر أيضا، لأنه الشعر يلعب من الأشياء اللي تغذي الشعر وتجعل الشعر غليظ هي الحليب والمنتجات اللبنية كلها بصورة عامة. فالتقرير جيد ولكن بحكمة كبيرة، يعني عدم المبالغة. شكرا دكتورة جيهان على هذا التعقيب على دراسة اليوم. سأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك من خلال رقم الهاتف إذا أرادوا التحدث إليك مباشرة، هذا هو 00-33-969-323-4. من الممكن أيضا للكتابة إلي بأسئلتكم على رقم الواتساب التالي 00-33-607-29-4972. من الممكن وضع رسائل صوتية أو نصية، وهناك أيضا صفحة الفيسبوك صحة المستدامة إذا أردتم أيضا ترك الأسئلة. دكتورة جيهان، نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم، شد الوجوه بالخيوط لأي سيدة وفي أي عمر. يا ترى أي خيوط تستعملون اليوم؟ يعني سمعت أنه هناك عدة أنواع من الخيوط، وهل اختيار نوع الخيط يعني هو الذي يحدد نجاح العملية أم لا؟ أولا أحب أني أنا ألقي عليها أو أنه أسميها تقنية أكثر مما هي عملية، لأنه هي لا تخضع لبند المشرط أبدا، ما فيها مشرط. يعني في عيادة الطبيب، في عيادة الطبيب هل هناك تخدير موضعي أم لا؟ أي نعم، حسب نوع الخيوط، لأن الخيوط في إلها أنواع، وأنا رح ألخصها لثلاث أنواع ورح أستبعد ما يسوق له الخيوط الذهبية والماسية والفضية، هذه مسميات تجارية، لذلك أنا رح أبعد عنها تماما ولا أذكرها لأنها غير حقيقية. الخيوط علميا تصنف إلى ثلاث أنواع: أحادية اللي هي تكون المونو، إحنا نسميها مونو، اللي هي أحادية. يعني ماذا تقصدون بأحادية؟ يعني هو الخيط نفسه واحد، يعني هو نازل، يعني الخيط يكون واحد ما ويا أي شيء ثاني. أملس وأملس، يعني مثل خيط الخياطة العادي تقريبا. نعم، بس يكون قادر على تحفيز الكولاجين وبعض الفيتامينات، يستخدم للحالات البسيطة لأعمار بسيطة، وظيفته تحفيز الكولاجين لبريق البشرة وليس لشدها. يعني بنت متوسطة العمر عندها مشكلة باللاين اللي هي خطوط الابتسامة، ممكن بكل بساطة إجراء هذا النوع من الخيوط اللي هي الأحادية المونو لتحفيز الكولاجين، من أجل أنه يعني وضع الخيط بطريقة معينة، هو يلف يعني بنصير نلفه وندخله بالإبرة، والإبرة هي تترك الخيط انسايد ونرجع نطلعها مرة ثانية. خلال أسابيع راح تلاقينا عمل ستيميليتينج للكولاجين، حفز الكولاجين، فالكولاجين الطبيعي يقوم بوظيفة أنه يخلي الخطوط هذه اللي موجودة النيزوليبيال تكون أقل نتيجة الكولاجين الطبيعي اللي موجود للإنسان. لكن هل هو فعلا يشد كثير؟ لا، ما يعطي النتيجة المطلوبة. لذلك دائما اختيار نوع الخيط واختيار الحالة المناسبة لهذا النوع من الخيط. نعم، إذن هذا يعني بالنسبة لخيوط المونو، المونو الأحادية. نعم، ما هي الخيوط الأخرى المستعملة؟ سمعنا كثيرا في البداية مثلا هنا في فرنسا على أيام بداية استعمال الخيوط يقال أنه مثلا الممثلة إيزابيل أدجاني استعملت خيوط الذهب، ولكن ما نراه اليوم على وجه إيزابيل أدجاني ليس جميلا. تسويقية الخيوط الذهبية، الله أعلم شو النوع اللي استخدمه، ممكن تكون دائمة ولكنها كلمة ذهب لأنه الذهب لامع وملفت، في أنت عارفة يعني لا تاريخ
معين. نعم. كيلوباترا كانت تستخدم حمامات من الذهب لصفاء ونقاء البشرة. وفعلا هي كانت مش حليب ذهب ولا حليب وذهب سوا ولا حليب وعسل. I think كيلوباترا كانت تستخدم ذهب رقاق الذهب الطبيعي فعلا. نعم. يعني هذيك. نعم. الأيام كملكة يعني. نعم. ولكن أنه أنا اليوم عشان أعطي نتيجة لشخصية مهمة أو معروفة أو لأي شخص آخر أنا استعملت خيوط ذهبية، فهذا مصطلح تجاري مبالغ فيه. خاصية الخيوط مرتبطة بنوعها، يعني النوع الثاني اللي هو الكوكس أو الكونز. الكوكس تجي أخف من الكونز، والكونز هو الأقوى، وأنا رح أجيهم بالتدريج بعد ما تكلمنا عن المونو الإحادية. الكوكس طبعا هي مصدقة وجيدة، تستعمل للحالات البسيطة من الترهل وليس للحالات الشديدة. خيط الكوكس يتكون من شفرات، يعني لما تمسكين الخيط هتلاقين شفرة جنب بعض، كل واحدة جنب الثاني مثل نتوءات صغار. هاي النتوءات هي الشفرات. نعم. أوكي؟ ما وظيفتها؟ وظيفتها بعد ما ندخلها عن طريق الإبرة، هو يكون ملفوف حوالين الإبرة الخيط مع الشفرات، يصير الجلد يتعلق بالشفرات الموجودة. إذا الشفرات هذه وظيفتها بناء الأنسجة اللي تساعد على شد البشرة أو شد الجلد. نعم. إذا بالنسبة لك دكتورة جيهان، أنت التي تستعملين كل الطرق الأخرى لإعادة النضارة والشباب إلى الوجه، الخيوط إذا ما قارناها مثلا بالفيلر بالبوتوكس بكل التقنيات الأخرى، لأنه هي تقنية وليست عملية كما سميتها، يا ترى ما هي نسبة نجاح استعمال الخيوط؟ جدا صعب اني انا احدد النسبه، طالما انا يعني ما تكلمت او ما اخترت الحاله المناسبه. يعني انا لما تجيني سيده، طبعا لا انظر للسن ابدا، انا انظر لعمر المشكله، كم صار لها ترهل، هل نقصت مثلا وزن كثير، كانت مثلا 120 وعملت برياتريك عمليات سمنة ونزلت 30 كيلو. أنا السيدة هذه حتى لو كانت 40 أو 30 الخيوط لا تؤدي وظيفتها. نعم. إذن بالحالة هذه أنا لازم أفطر إني أحولها إلى جراح، لأنه عندي المشكلة كبيرة جدا. ولكن لما تكون عمر المشكلة بسيطة وتقييمها بسيط، أنا بالحالة هذه الخيوط ممكن تصل إلى من 60 إلى 80%. عارفة؟ نعم. إذا أنا اخترت اللي هو النوع الثالث اللي هو الكونز، والكونز. نعم. يعني مثل الأهرامات. نعم. هي مثل الأهرامات، وبالحالة هذه وظيفتها شد الوجه وتحفيز الكولاجين اللي هي أحسن درجات أو أعلى درجات الخيوط. نعم. هنا تكون النتيجة ممتازة إذا كانت السيدة ترهلاتها بسيطة، ليس عندها دهون في الرقبة. نعم. لأن الدهون تعيق الشد. نعم. يعني يجب أن يكون الوجه نحيفا وليس فيه دهون. نعم، لأن. نعم. الدهون تعيق شد الوجه شد الوجه جراحيا أيضا تعيق. إذن لذلك لابد من إزالة الدهون ومن ثم يشد الوجه جراحيا أو يشد الوجه بالخيوط. نفهم منك أن المرأة التي لديها وجه ممتلئ يجب أن تمتنع عن استعمال الخيوط، ليست الطريقة الجيدة لها. نعم، إذا. نعم. كان فعلا في دهون، أنسجة دهنية كبيرة في منطقة الرقبة، وهي تحب تشد منطقة الرقبة، فلا بد من التخلص من الدهون بأي طريقة، الطرق كثيرة يعني، بأي أحد الطرق، ومن ثم بعد فترة تلجأ إلى شد الوجه بالخيوط. لذلك سونيتا أحيانا. نعم. إحنا نشوف فيلير، يعني تسمعين واحد تقول لك سويت خيوط وما حصلت نتيجة، تحدث لأنه انتقاء الحالة ليست صحيحة. نعم. أو تكون الشخص تريد بروميسينج، تريد دكتور يقولها إيه طبعا أنا هعمل مرة واحدة ورح أعطيش نتيجة مثالية. نعم. النتائج المثالية دائما تحتاج مزيدة من الوقت، وتحتاج إلى step by step، خطوات كثيرة. نعم. عشان أصل إلى نتيجة
فعلا تكون نتيجة متميزة، وأقدر أقول إنه الخيوط عملت نتائج جبارة. نعم، إذن هذا بالنسبة لأي سيدة، ولكن في أي عمر من الممكن أن تكون السيدة أو تستفيد السيدة بشكل أمثل؟ هل كلما استعملت السيدة الخيوط في سن مبكرة كان ذلك أفضل أم لا؟ هذا ليس له علاقة بالعمر. لا، لا علاقة. إذا كان فعلا في مشكلة حقيقية وابتدى الترهل بطريقة بسيطة، وهي استعملت، أحيانا إحنا نستعمل كومباينيشن، تلاقينا استعملنا الكوكس عشان تشد شيء، أو استعملنا المونو عشان تعطي نظارة، وعطينا سوينا معاها الكونز اللي هي أقوى أنواع الخيوط. في سن مش مبكر كثير، يعني أنا لا أعتقد أنه المرأة الثلاثينية بحاجة أن تعمل خيوط، لأنه في هذا السن الترهل بسيط جدا، يمكن شوية بوتوكس إذا كان في خطوط، أو شوية فيلرز إذا كان في ترهل بسيط، لأنه ممكن يساعد. ولكن السيد إذا في يعني بعد الأربعين، وبالأخص بعد الخمسة وأربعين، إذا فعلا كان عندها ترهل يفضل إنها تبتدي، عشان ما نصل إلى الخمسين ونحتاج إلى قطع جراحي، لأنه هو يأخر مرحلة القطع الجراحي. نعم، إذن أنا قرأت عندما حضرت الموضوع ينصح بعملية شد الوشاء، أو بتقنية، لأنه سنبتعد عن كلمة عملية، لكل سيدة تخطت الثلاثين ولم تبلغ الخمسين. هل هذا صحيح؟ هل المرأة التي تخطت وتجاوزت الخمسين ليس من الممكن أن تستعمل الخيوط، أو لا تفيد الخيوط في هذا العمر؟ لا تفيد، لأنه في سيدات في الخمسين وكانوا من الناس اللي اهتموا في بشرتهم وهم أصغر سنا، تلاقيها أنه not the case أنها تعمل الفيس ليفت، يعني أنه هي في الخمسين لكنه ما في جلد كافي عشان يقطع الجراح ويشد الجلد. إذن الحالات هذه ينفع معاها الخيوط، خاصة الكونز اللي هي أعلى درجات الخيوط ينفع معاها، لكنه ممكن تكون أيضا سيدة أربعينية سنيتا وعندها ترهل شديد لأنه كانت مو مهتمة في نفسها، وبالحالة هذه ما ينفع الخيوط. إذا قراءة وتحديد عمر المشكلة أهم كثير من العمر الحقيقي للإنسان، يعني إحنا نسميه البيولوجيكال إيج، العمر البيولوجي مهم جدا لانتقاء الحالة المناسبة لشد الوجه بالخيوط، أهم بكثير من العمر الحقيقي للإنسان. نعم، شكرا. لكن ياريت تخبرينا، ذكرنا أنه إجراء شد الوجه بالخيوط يتم عن طريق وضع تخدير موضعي، بعد ذلك كيف تمرون بالخيط؟ من أين؟ هل هناك ثقب تجرونه؟ أين؟ على أي مستوى مثلا من الوجه؟ حسب وين المشكلة. إذا كانت المشكلة شد الوجه اللي هي منطقة منتصف الخدين، نعم، الخيوط هذه يكون فيها إبرتين مش إبرة واحدة. نعم. يعني أنت تخيلي ومستمعينا يتخيلون معنا، نعم، خيط، نعم، أوكي، في إبرتين من الجنبين، من اليمين ومن اليسار. نعم. أوكي، إحنا نأخذ فتحة صغيرة، يعني مثل وخز إبرة في منتصف الخد. نعم. وتدخل الأم، إحنا مثلاً عشان ما نخوف الناس يا سنيتا. نعم، لا أعتقد المرأة تخاف من إدخال الخيط عندما يتعلق الأمر بالتجميل. لا، جودي تقول لي معك حق. فيدخل الإبرة من نفس الفتحة، تدخل الإبرتين، إبرة هتطلع فوق على جهة منبت الشعر فوق، والمدخل الثاني يدخل من نفس الفتحة من منتصف الخد، وتدخل على منطقة خطوط الابتسامة، وبالحالة هذه يصير الخيط يتحرك في إيد الجراح من الإيد اليسار وإيد اليمين. نعم. ومن ثم يتم رفع الخيط إلى الأعلى. فطبعا تفكر فيها، تخيليها. نعم. وينشد الخيط وينقص من الأسفل ومن الأعلى. هاي بالنسبة للخد. أحيانا ممكن نستعمل، هذه أعلى درجات الخيوط أنا أتكلم. نعم. وهي يعني الماكسيموم، وتكون التخدير بإبر، الإبر البلوك تصير على كيف تخدير الأسنان، نفس فكرة تخدير طبيب الأسنان.
وبعدين ينقص، وممكن إضافة خيط ثاني عند منطقة العيون بس بطريقة شوي بخيوط ثانية فيها أبرة واحدة. وبالنسبة لمنطقة الرقبة تتم بنفس الطريقة، أنه إذا استعملنا هذا اللي هو الأنواع اللي هي الأعلى درجات، أو نستعمل النوع اللي أنا ذكرته الكوكس اللي هو يدخل كله باتجاه واحد. أحيانا أنا أستخدم 20 أبرة باتجاه واحد، وخلال 10 دقائق فقط ممكن إحنا نطلعهم ويكون شد الوجه. نعم. إذن التكلفة الآن دكتورة شيهان، أعلم ستقولين لي حسب البلد وحسب الخيط صح، لأنه هل التكلفة طيب تتراوح ما بين أي مبلغ لأي مبلغ؟ لأنه أول شيء هي ليست غالية. نعم. يعني أنا أقول لك بالنسبة نحن عنا في الإمارات affordable مثل ما يقولون. طبعا تتدرج ما بين المونو الإحادية اللي هي أقل سعرا، والكوك أيضا أقل تكلفة من الكونز، لأنه الكونز هي اللي أكثر تكلفة ولكنها مش مبالغ فيها، وإذا بولغ فيها وذكر إنها ذهبية وألماسية فتأكدي إنه تسويق أكيد. تجاري أكيد. دون ضمير أكيد. نعم. دكتورة شيهان، ما هي النتائج التي يجب أن تتوقعها المرأة؟ نعلم أحيانا أن هناك خيبات أمل، أنا لدي صديقة مثلا كانت تتوقع كثيرا من شد الوجه بالخيوط، وفعلا للأسف يعني عندما وضعت الفيلر كانت النتيجة أفضل من الخيوط وعانت، يعني كانت العملية أو ذيول العملية مؤلمة بعض الشيء على مدى أسبوعين. إذن ما هي النتائج لكي نبقى واقعيين واقعيات؟ مرة ثانية تفضل. أكد وأقول لك يمكن لم تكن الحالة المناسبة للخيوط. نعم نعم، ولكن الطبيب قبل بوضع الخيوط. أنا ما يعني صعب إني أنا أحدد المعايير اللي اتبعها طبيبها، بس في معايير معينة جدا مهم الالتزام فيها من قبل الطبيب عشان لا تفشل النتيجة. الفيلر لم يكن هناك فشل، لم يكن هناك نتيجة، يعني ظل وجهها كما هو. هو لما ما في نتيجة يعني هو في فشل. فشل في الوصول إلى الهدف. نعم. لأنه الهدف صح. إني أنا أشد، لكن على الأقل لم يحدث تشوه. الحمد لله. نعم no complication. نعم. هي لأنها آمنة الخيوط، طالما أنه استخدم أنواع ممتازة فهي آمنة. نعم. سنتحدث عن الأضرار قبل أن نختم الجزء الثاني. أوكي. بس أنه هل في خيبات أمل؟ نعم تحصل إذا لم تنتقي الحالة، إذا في ظروف معينة. التدخين، الناس المدخنة دائما نتائجهم أقل بكثير من الناس الغير مدخنين. في التزام بعدم عمل رياضة في مثلا أول أسبوع. ذكرتي حضرتك أنه البيشنت تألمت على مدى أسبوعين، المفروض ما تتألم. نعم. لأنه يعني نوع من الشد، كانت تقول لي أشعر بعدم راحة، لدي نوع من الشد حتى قمة الرأس، لأنه كان الخيط مربوط على ما يبدو حتى قمة الرأس. إذن لا أعلم ما هي، كل طبيب لديه تقنية في وضع الخيوط. أكيد. ولكن تحدثت كثيرا دكتورة جيهان عبد القادر عن مميزات الخيوط، يعني تحفيز الكولاجين وتحفيز كل ما هو جيد للبشرة، ولكن لم نتحدث عن الأضرار. يا ترى هل هناك أضرار؟ هل هناك ندبات تبقى، تلف الأعصاب؟ أخبرينا ما هي مساوئ استعمال هذه التقنية. أي تقنية مدام أنت تحت يد الطبيب ومضطرة أنه أنت تعملين شيء لكجري ترفيهي أنت ليست بحاجة إليه، لأنه في النهاية شد الخيوط والفيلر والبوتوكس دايما أنا أقول هذه أشياء
إضافية مكملات للحياة وليس حالات اضطرارية يذهب فيها الإنسان اللي هي life threatening مثل ما نسميها نحن في الطب أو أشياء عشان الإنسان يكمل حياته بصحة. ليست خيوط سحرية خلينا نقول ليست خيوط سحرية صح؟ سحرية ولكنها ليست ضرورية يعني ممكن الإنسان يعيش براحة من غير خيوط ولكن لأنه هو ينظر إلى life style ومكملات عشان يكون الأجمل والأكثر شباباً وهذه مريحة للصحة. أنا هذا شغلي بس أنا لازم ألقي الضوء عليه وأكون صريحة إنه هذه أشياء مكملات ولكن في النهاية هي تقنيات لابد من وجود risk factor لازم أني أنا أحط في بالي إنه ممكن يكون مشاكل ممكن يكون bruises أبسطها البروزز اللي هي البقع الداكنة اللي تصير في الوجه لمدة أسبوع أو 10 أيام كدمات يعني باللغة العربية الكدمات اللي ممكن تصير خلال من أسبوع إلى 10 أيام بعد إجراء العملية أحيانا وضع الخيط خاصة اللي هي الدرجات العالية منها الدرجات البسيطة ما لها مشاكل يعني أبسطها ممكن الإنسان ما يلاقي نتيجة ولكن الخيوط القوية ممكن إذا ما نوضعت بطريقة صح أنا شفتها في بعض الناس لما يتكلمون تبين يعني شفت في بعض البيشنز يرجعون يكون عملت في مكان ثاني يكون الدكتور غير متمرس إنه يحطها بطريقة عميقة لابد أنها تكون عميقة عشان ما تبين وطبعا هذه فترتها بسيطة يعني تظل يمكن شهر 6 أسابيع وبعدين تبتدي تذوب يتبطل المرة تشوفها ولكن النتائج تكون محدودة أو نسبية غير لما واحد يحقنها عميقة ناول ذكرت شيء أنه ممكن يعمل يعني في السنسيشن في الإحساس ولا شيء صراحة ما مرت علي ولكنها واردة بس ما شفت حد ممكن يكون عنده هذا الشيء ولله الحمد إذا استعمل الدكتور الخيوط المرخصة لأنه يلعب دور كبير أي نوع أنا مستعملة نعم أشكرك كثيرا دكتورة جيهان عبد القادر على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لكل مستمعينا ومستمعاتنا أذكر بأنهم يستطيعون التواصل معك أنت الاختصاصية في طب الجلد التجميلي أنت رئيسة التنفيذية ومؤسسة مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية إذن يستطيعون طرح الأسئلة عليك على رقم الواتساب التالي 00336074972 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة كما على رقم الاستوديو رقم 11 في مونت كارلو الدولية استوديو البث المباشر 00336093233314 شكرا لك دكتورة جيهان شكرا لكل مستمعينا شكرا لفانسون لجودي شكرا سونيتا تحياتي للجميع إن شاء الله ما خوفتهم هي لا أبدا تبقين برفقتنا لطمأناتهم وللرد عن أسئلتهم وهي كثيرة سنستمع إلى أغنية ونعود إليك جميعا دكتورة جيهان خليك معنا الصحة المستدامة سونيتا نادر أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم مجددا أرحب أيضا بضيفتي العزيزة دكتورة جيهان عبد القادر الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية هي الاختصاصية أيضا في طب الجلد التجميلي دكتورة جيهان هلا سأطلب منك أن نركض سوية لأنه عندك أسئلة كثيرة وتبقى القليل من الوقت إذن سنبدأ بطرح الأسئلة التي وصلت على الواتساب إذن نبدأ مع السودان تحياتي للسيدتين سونيتا والدكتورة جيهان آسفة سؤال خارج الموضوع ولكنني أعاني من تصبغات على الجلد خاصة حول الفم ناجمة عن الإصابة بإكزيما منذ الطفولة هل من وصفات أو علاجات لهذه التصبغات؟ نهى إسماعيل من السودان شكرا يا نهى على لطفتك ونحن أيضا نرسل لك بأطيب التحيات تفضلي دكتورة تحياتي يا نهى طبعا التصبغات هذا موضوع طويل ويحتاج فحص كامل عشان نعرف إذا هو سطحي ولا عميق ولكن القاعدة الأولى في التصبغات لابد من استخدام واقي الشمس لأنه واضح اللي هي عندها طالما بعد الإكزيما فهي احنا نسميها post inflammatory hyperpigmentation فالواقي الشمس يلعب الدور الأكبر عشان ما يتطور
ومن ثم في علاجات أخرى. صعب أني أقول لك استخدمي الدواء الفلاني أو الدواء الفلاني، لأن أنا أحيانا حريصة على عدم عمل تقشير في بعض أنواع الجلد، يعني في بشرة أبعد عن التقشير، وفي بشرة تحتاج بعض الحقن اللي تلعب الدور الكبير في التفتيح. أتمنى أني أنا رديت عليها بصورة تفيدها. ممكن استعمال أيضا واقي الأكسدة، يعني الفيتامين سي أو واقي الأكسدة رح يساعدك كوقاية أكثر مع علاج. شكرا دكتورة جيهان. ننتقل إلى مصر، إلى الإسكندرية مع نجوان علي. نجوان تسألك من فضلك دكتورة، هل البشرة البيضاء أكثر تعرضا للمشاكل الجلدية، وكيف الحفاظ على نضارتها صيفا وشتاء؟ شكرا. البشرة يمكن هي لها وجهة نظر، البشرة البيضة دايما تكون أكثر حساسة من البشرة الداكنة، يعني أو البشرة يعني بتدرجاتها. نحن عندنا كلنا الكلاسيفيكيشن أوف سكين تايب، إحنا 6 سكين تايبس نسميها فيتزباتريك سكين تايبس. يمكن البشرة الحساسة تكون هي الأكثر بيضة، لذلك لابد مرة ثانية أكرر مثل الأخت اللي قبلها، واقي الشمس مهم جدا. البيض ومنطقة الميديترينيان اللي هي الإسكندرية حوض البحر الأبيض المتوسط، لابد من وضع واقي الشمس. أكيد برنامج واقي ضد التأكسد، فيتامين سي مهم جدا، والترطيب يلعب الدور الكبير، فهذا يحمينا من المشاكل الجلدية وأيضا يحمينا من الخطوط، من التجاعيد، أو بالأحرى يأخرها شوي. شكرا. نواصل معك، وسؤال وصلنا من موريتانيا من مستمع لنا، هل غسل الوجه دائما بالماء والصابون يزيد من شيخوخته أم العكس، وهل غسله صباحا بالصابون مفيد؟ أنا لا أحب الصابون، إحنا لازم نتجنب الصابون. الصابون أحيانا يحتوي على مواد ممكن تكون غير محبة للبشرة، لذلك في غسول خاص موجود في الصيدليات وبسيط جدا، وحتى في السوبر ماركتات ممكن نلاقي غسول خاص للبشرة، للبشرة الدهنية وللبشرة الجافة. الصابون ممكن يؤذي البشرة، خاصة إذا يعني عملنا تكرار كثير عليه، لذلك غسل الوجه بالماء ما عليه أي ضرر مع غسول، بس شرط مش شرط يفضل استخدام مرطب بعده. نعم، نسمع كثيرا عن صابون حلب وصابون آخر، هل هذا جيد دكتور؟ أي جيد صدقين، إنه لأنه هو مصنوع من الأعشاب. صابون حلب، نعم صابون حلب مصنوع من زيت الزيتون، صح؟ زيت الزيتون والغار، صح؟ طبعا نعم. فهذا لا ينتمي تحت قائمة الصابون العادي اللي فيه ديترجنز وأشياء كثيرة مضافة للصابون. هذا يختلف لأنه مصنوع من الأعشاب وزيت زيتون. بالعكس، يا ريت كل الناس يستخدمون صابون زيت الزيتون نعم. شكرا. أو صابون الغار. نواصل معك، وسؤال وصلنا أيضا من مستمع هو طبيب في السودان، ولكن دائما يطرح أسئلة على كل أطبائنا لكي يستفيد من خبرتهم. بيقلك شكرا لإذاعة مونتي كارلو الدولية ولضيفتكم المحترمة دكتورة جيهان، لها تحية كبيرة واحترام من الخرطوم. سؤال دكتور جيهان، سؤال تحية للدكتور. شكرا. محمد السر، محمد خلف الله. إذن بيقلك، ما هي أسباب ظهور التجاعيد بشكل مبكر في سن الطفولة والشباب؟ هل الغذاء للأغذية المصنعة دور في ذلك أم هناك عوامل وراثية؟ مع تحياتي لك وللدكتورة. شكرا. تحياتي للدكتور محمد من دبي إلى الخرطوم، أهلنا الطيبين الغالين. بس أنا أحب أوضح شيء مهم جدا، إنه الجينات تلعب دور أساسي في ظهور التجاعيد المبكرة، ولكن التعرض المفرط لأشعة الشمس سواء مع واقي أو من غير واقي، لأنه فعلا في ناس يتعرضون للشمس بطريقة غير عادية، نحن نشوفهم في العيادة بتجاعيد كثيرة. ناو لما يحطون واقي شمس ومرطبات،
تكون أقل بلا شك. ولكن أيضا لو قارنا الناس تتعرض للشمس بطريقة معقولة وناس تتعرض للشمس بطريقة غير معقولة في الشمس دائما دون أخذ أي احتياطات، أكيد رح نلاقي التجاعيد كثيرة. أكيد موضوع الجفاف يزيد من موضوع التجاعيد، التدخين، هذه كلها عوامل. يعني إذا قسمناها عوامل داخلية هتطلع الجينات السبب الأول، أو لا سمح الله أمراض، هذه عوامل داخلية. عوامل خارجية هنحط التعرض لأشعة الشمس دون واقي، الجفاف، أمراض مزمنة مثل الإكزيما أو غيرها من الأمراض الجلدية، التدخين، لما الإنسان يزيد وزنه ويرجع مرة ثانية ينزل بصورة يعني لايك يويو، طالع نازل طالع نازل، أكيد هذا يسوي تجاعيد بصورة مبكرة. تحياتي كثيرة إلى الدكتور محمد في الخرطوم. شكرا. يسألك أيضا هل استخدام مساحيق التجميل يؤدي إلى ظهور التجاعيد؟ يعني تفعل إذا ما غسلوها؟ نعم إذا ما غسلوها، لأنه أنا بنات صغار يمرون علي في العيادة وهم بعدهم صغار ما يحتاجون إلى المكياج، تلاقيها كحلت عيونها وحطت مسكرة ونامت ومن غير ما تشيلها. طبعا هذه كلها عوامل تساعد. مساحيق التجميل فيها أنواع كثيرة، بعضها سيئة رديئة. أنا أنصح المستمعين السيدات اللي تابعونا اليوم أن تكون انتقاء مساحيق التجميل أنا لا أدعم ماركات معينة، ولكن أنا أدعم الكواليتي إذا كانت مصاحبة للجودة تحميني، يعني حتى مضطرة أني أستخدمها، ولكن أستخدم تحتها قبل ما أحطها واقي شمس، وأستخدم تحتها مويسترايزر مرطب، ومن ثم أضعها، ولما أزيلها أزيلها بحكمة أني أنا ما أترك فيها ولا شيء. في الحالة هذه أنا حامية، إذا مهتمة في مظهري ومهتمة بصحة جلدي في إزالتها بطريقة صحيحة. شكرا. جورج مادو من هولندا كتب لنا تعليق حبيت أقرأ لأنه فعلا هام، بيقول: مساء الخير لك ولضيفتك الكريمة الدكتورة جيهان، وشكرا لكما للعناية بالمرأة لما له من تأثير إيجابي على الأسرة والمجتمع. خبرينا شو رأيك بهذا التعليق، بماذا تعقبين عليه دكتورة جيهان بعد كل خبرتك؟ المرأة طبعا، المرأة سيدة المجتمع، المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الرئيسة والمديرة والإعلامية الجميلة مثلك، فأكيد صحتها وصحة جميلة مثلك مهمة. شكرا. ومثل شكرا. جودي أيضا أكيد جودي ما قصرت معي، لها كل التحية. ولكن أنا أرد عليه وأقول له الرجل له دور كبير في المجتمع، لذلك لابد أن يظهر بصورة جميلة، لأنه في النهاية هو رح يسعد هذه المرأة. من حق المرأة أيضا أن تمتع نظرها، أنها تشوف شريكها أو والدها أو زميلها ينظر بصورة أو يظهر بصورة، أنا ما أتكلم على الجمال ولكن أتكلم على صورة شبابية، لأنه هو حق من حقوق الإنسان أنه يكون لما ينظر إلى نفسه في المرأة يكون مرتاح. يعني الشخص، أنت الصبح لما تقومين، أو الأخ اللي راسلنا من هولندا، أول ما يقوم الصبح مين أول شخص حيشوفه؟ حيشوف نفسه في المراية، فهو من حيصبح على نفسه في المراية، فهو يتمنى أن يكون بمظهر جميل وبشكل جميل بصورة شبابية تليق فيه في عمله، سواء كان بانكر أو مدرس أو طبيب أو مهندس. يعني مهما كان من حق الرجل في مهنته أن يظهر جميلا. نعم. فهي للمرأة وللرجل. نعم. شكرا. نواصل معك دكتورة جيهان، ورسالة وصلتنا من موريتانيا سنستمع إليها. السلام عليكم يا أكل الباس يا أكل الخير، نتصل من موريتانيا. ايوه، هو حد في السكر قد يوكر الشوكولاتة؟ مرحبا بكم السلام. عن أكل الشوكولاتة فهمت كلمة واحدة، السلام عليكم والشوكولاتة، ما رأيك أنت؟ هل فهمت السؤال؟ الشوكولاتة يحبوها الناس، الشوكولاتة غنت عليها سعاد حسني. نعم. إذن ماذا نقول لمستمعنا من الممكن أن تأكل شوكولاتة؟ إذن الشوكولاتة والجمال، ما هي الكمية؟
هل هو يوميا الشوكولاتة الداكنة نتحدث كما ذكرت الدراسة؟ بماذا تنصحين أنت دكتورة؟ هو لأنه في وظيفتك أنتي أوكسيدنت، وفي شيء ثاني الكافيين، عارفة الكافيين؟ نعم. يستعمل الكافيين في علاج السيليولايت، عارفة هالموضوع؟ يعني أنتي لما تروحين في المنتجعات الجمالية الكبيرة يسوون مساج حتى يزيلون السيليولايت بالشوكولات، بالشوكولات الذائب. عشان ليش؟ عشان الكاف، اكتشفوا انه الكافيين يساعد على، خليني ما اقول ازالة عشان ما اكون مبالغة في كلامي، على تخفيف نسبة الكافيين، نسبة السيليولايت في الجسم، يعني احتقان الدهون في الخلايا، اي اللي هي التجمعات الدهنيه الغير طبيعيه الناتجه عن هجره الدهون من مكان الى مكان نتيجه امور كثيره، اللي هي زياده الاستروجين، اللبس الغلط، زياده الوزن، جينيتكس، كل هذه مسببات. فالشوكليت، الاخ اللي سال، الشوكليت مش انا يعني لا لا، غير المقصود من التقرير انه تاكل شوكليت وراح تصير البشره حلوه، ولكن هي دراسة تقول إنه القليل من الشوكولات ممكن يعمل كمادة أنتي أوكسيدنت للبشرة فتساعد على نضارتها، ولكن لا يعني أكل كميات كبيرة وكثيرة، بالعكس هذا ممكن يكون مضر. نعم، وربما يؤدي إلى ظهور الحبوب على الوجه، البثور كما نسمع. نعم. هو تكلم عن البلاك شوكولات إنه هو هيلثي، يعني البلاك شوكولات، الدارك شوكولات. نعم. بس إنه الزيادة في أي شيء، أي شيء تزيدين عنه دائما تقولين ذلك. الحياة. صح. هي الحياة معادلة. الاعتدال في كل شيء. نعم. الاعتدال في كل شيء. نعم. إذن لدينا آخر سؤالين بشكل سريع دكتورة جيهان، أنا آسفة لضيق الوقت. سؤال من مستمعة لنا، هل صحيح أن خلاصة جذور السوس منيحة لإزالة البقع والكلف؟ وسؤال آخر، هل هناك صابون معروف وموجود وهو طبيعي يؤثر بشكل إيجابي على البشرة؟ لدينا فعلا 30 ثانية فقط لا غير. أوكي، ناو بالنسبة للصابون ذكرنا أنه إذا هو فعلا محتاجين صابون، اللي هو الصابون الغار اللي هو الأوليف أويل مصنوع من زيت الزيتون، أذروايز أنا أرجح الغسول اللي موجود في الصيدليات للبشرة حسب نوعها، دهنية، جافة، مختلطة. أما بالنسبة لجذور السوس فأنا فعلا ما أعرف عن جذور السوس. وصل سؤال الآن من ليبيا، سأقرأه بشكل سريع. هل من الممكن أن تسألي الدكتورة عن قشرة الشعر، أسبابها وعلاجها؟ هذه حلقة كاملة، ولكن هذه حلقة طويلة ممكن نتكلم فيها ونعالجها في الشهر المقبل إن شاء الله بكل ود. شكرا دكتورة جيهان، شكرا. أذكر دكتورة جيهان، أشكرك على ردك على أسئلة مستمعينا، وكما لمستي هم يحبون أن يطرحوا عليك الأسئلة لثقتهم فيك. أشكرك من كل قلبي على مساهمتك معنا في ود. سعيدة ونراك في دبي إن شاء الله قريبا، ربما في نهاية هذا الشهر يا رب. آمل ذلك. أهلا وسهلا في العين. أهلا شكرا وسهلا. شكرا دكتورة جيهان عبد القادر. أذكر بأنك الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مستشفى الأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية، كنت معنا على الخط مباشرة من الإمارات. شكرا لكل من تابع حلقة اليوم وتواصل معنا وتفاعل معنا أيضا بمحبة بصدق. شكرا لجودي باطري في قسم التنسيق، لي فانسان ستيفينار في قسم هندسة الصوت والإخراج. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.